هاي قناة العهد فوقها تصور. هذا ما الحديد. زين. ما خربت الحديد. إيه. ضم المايك. ما خربت الحديد. شوف. حتى تعرفون إحنا ليش نطلع تظاهرات. سويتونا جوكرية وسويتونا ولد سفارات. لين طلعنا نطالب بوطن بخير. مستشفى بتعليم. زين. هاي فوقها جايين يصورون. زين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدية حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. تقدرون تتصلون بنا في البرنامج على الأرقام التالية، الرقمين اللي تشوفوها هسه جوا أسفل الشاشة تقدرون تتصلون بها بأي لحظة من لحظات البرنامج. إضافة إلى هذا الرقم، هذا رقم الواتساب. رقم الواتساب ما أقدر أستقبل به لا مكالمة، يعني اللي ذا يخابروني على الواتساب لا يزعلوا من عندي، ما أقدر أستقبل مكالمة على الواتساب ولا أقدر أستقبل برسالة صوتية، فقط أنه رسائل مكتوبة متبوعة باسمكم ومكانكم. أما الرقمين هذني ذني الرقمين تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج من داخل العراق. فعندكم أربع أرقام للاتصال، 2 من الداخل و2 من الخارج، ورقم الواتساب للرسائل المكتوبة. فقط عذروني إذا أنتم تريدون تتصلون على الواتساب وما نقدر نستقبل الاتصال من عندكم. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية هذا كادر قناة العهد، وهو رايح داي صور مستشفى ابن الخطيب وقاعد داي يغطيها، طبعا ورا الكارثة هو يغطي. فالمتظاهرين أو الناشطين اللي موجودين في ساحة المستشفى طردوهم. سمعتوا اللي قال الأخ داي صور، قال شوفوا كادر قناة العهد ورا ما اتهمونا وقالوا احنا جوكرية واحنا ابناء سفارات واحنا كذا وكذا وكذا، واحنا كل همنا كان نطالب بوطن بمؤسسات. مستشفى ابن الخطيب اللي صارت حديث الساعة نتيجة اللي صار بها من انفجار انابيب الغاز او انابيب الاكسجين في ردهة المحتجزين من مرضى كورونا او في ردهة العناية المركزة في المستشفى. هي الطامة الكبرى لما نقعد نقرأ المعطيات. لحد الآن 97 شهيد و120 جريح. يجيك مسؤول يقول لك الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة أو للمستشفى 64 سرير. هال 97 شهيد و120 جريح منين جوي؟ ما حد يدري. إن شاء الله اللخ لما تطلع لك الصحة النيابية وتقول لك عدد المرافقين للمرضى داخل مستشفى ابن الخطيب كان كبيرا جدا، وأحدهم استخدم هيترا كهربائيا أو استخدم الزيت ما أدى إلى انفجار كبير. وحدة وحدة عدد المرافقين المن لمرضى كورونا المحتجزين بالمستشفى. زين، واحد استخدم هيتر كهربائي بالعناية المركزة؟ أمن المستشفى وين؟ الدكاترة وين؟ الممرضين وين؟ شو ما حد شافه؟ واحد يقول أو استخدم زيت حولتوها مطبخ؟ أدري غرفة عناية مركزة لو مطبخ السعادة هاي. المستشفى وإدارة المستشفى وين؟ لما تجيني الصحة النيابية تقول عدد المرافقين واحد استخدم هيك، يعني الصوج بالمرافقين؟ أجهزة الكشف عن الحرائق عن الدخان وينهن؟ واحد استخدم هيتر كهربائي وصار اللي صار، ماكو طفاية حريق، ماكو جهاز يكشف الدخان، ماكو واحد ينبه، ماكو طبيب يجي يقول عيني طفي، انت قاعد بغرفة عناية مركزة بصفك أجهزة ما يصير تستخدم هذني الأجهزة. شو بالعالم اللي طب عناية مركزة ما حد يقدر يزوره؟ يمكن واحد من عائلته من الدرجة الأولى هم يعني يطب يشوفه دقيقتين ويطلع حتى ما يحكي وياه. شو غرفة عناية مركزة بالعراق صاير بيها هيتر وزيت ومرافقين أكثر من المرضى؟ محمد من كربلاء ويانا. محمد من كربلاء، مستشفى ابن الخطيب راح نتيجة الإهمال، ما أعرف أقول إهمال حكومي، إهمال وزارة الصحة، إهمال دائرة الصحة بالمنطقة، إهمال المستشفى، إهمال الكادر اللي موجود بالمستشفى، إهمال المرافقين، ما أعرف المن أو يعني أو عزل سبب.
بس مستشفى ابن خطيب صار بها انفجار نتيجة انفجار قناني أكسجين، راح على ضوء ذلك 97 شهيد و 120 جريح. يعني أنت أخ محمد من كربلاء، شنو يعني لك هذا الأمر وشون تتوقع راح يصير؟ محمد من كربلاء انقطع الاتصال وياه، أتمنى كان يكون ويانا. أبو كرم من إسطنبول، حياك الله يا أبو كرم. حياكم الله يا على، تحياتي لكم والله يرحم شهدائنا من سيف الخطيب. حياك الله أخوي. حياك الله. حياكم. تفضل. أستاذ العزيز، هذا المأساة مو مأساة جديدة، من المأساة السابقة أيضا يحصل في العراق. فهذا المأساة مو شو اسمه مثل ما يقول جديد علينا. هذا المأساة هو معي ما تعرف شنو سببه. سببه هو الفساد. أول مرة أنا أقول لك بداية فساد. هل من المعقول، هل من المعقول يحترق ردها بردها ورا ساعة ونص يجي إطفاء؟ ليش هم وين كانوا داخل المدينة؟ هذا أستاذ العزيز، نعم ما يبعد كم كيلو حريق، ساعة ونص يجي حسب الأخبار اللي نشوفه. الأهالي منطقة يساعدون يطلعون الجرحى والمحروقين، هذا الله يقبله. زين بعدين مدير مستشفى معاون والكادر وينهم؟ بس أسأل هذا السؤال يا سيد الكاظمي، من تقول 24 ساعة أريد نتيجة، هسه فات عليه أكثر من 24 ساعة، هل شفتوا في التلفزيون محاسب واحد؟ ماكو. فيا أخي العزيز، هذا شغلة مو شو اسمه يعني والله قدر، آمنتوا بالله قدر، آمنتوا بالله بالقدر، بس ما يصير هيك شيء. وبعدين أستاذ العزيز، أنا قبل سنتين وشوية أكثر راجعت وزارة الصحة، قلت لهم يا أخوان يا أعزائي، أريد أقابل سيد الوزير، ما قبلوا. قالوا فضل شو تريد؟ قلت لهم يابا، بالنسبة للمستشفيات في كون في كرة الأرضية بس دولتين بقناني اللي هو أفغانستان والعراق. ماكو هذا المنظومة أكسجين، قناني أكسجين اللي هو وزنه 200 كيلو يجي رأس المريض أو بالغرف. أكثر قناني بالمستشفيات، هسه أنا أتحدى يطلع وزير يقابلني أو يحكي وياي، ماكو قنينة صالحة للعمل، كلها من راس تهريب. هذا البطل الأكسجين أكثر شيء خطورته بالزيت، ينفجر يصير مثل شظية. هذا الأكسجين، قناني أكسجين أخي عزيز مو صالحة. قلت لهم يابا، أكو منظومة صغيرة قد السيارة، كل مستشفى يخلي قدام بالساحة ينتج أكسجين الطبي الصافي، حسب اللاين يروح فوق المريض الأكسجين عادي، لا قناني لا ودي قنينة لا جيب قنينة ولا شيل قنينة. بس هالفساد ما يقبل، لأن قنينة لما يشتري 10 قنينة. زي أبو كرم بس إذا تسمح لي، يعني بطل. أنت تشير إلى أنه أكو في مستشفيات العالم أنه أكو منظومة تكون في ساحة خارج المستشفى لإنتاج الأكسجين الطبي، يكون هذا خاص بالمستشفى بعينها. إيش قد تكلفة؟ يعني السؤال هنا أيهما أرخص، أنه تجيب قناني وتحط بالمستشفى لو تجيب المنظومة؟ أستاذي منظومة هذا الدوم يصير عندك أكثر. نعم الفساد وين تعرف أستاذ العزيز؟ يجيب 10 قنينة للمستشفى يكتب 20 قنينة، هذا بوك زين، قناني كلها بالنص، يوم يسعر قنينة، يوم يسعر قناني، أسعار قناني، بس المنظومة تشتري مرة واحدة انتهى. هذا نعم. عمر المستشفى يروح أخي العزيز، ورخيصة مو هالقد غالية، لا نقل ولا قناني ولا عمال ولا 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 حد واحد فني. سوى 3 شفتات، لأن هذا معمل يشتغل على طول، معمل صغير هو قد السيارة قد الأسعار، تخلي في الساحة مال المستشفى. نعم أنا قلت والله من هذا المنبر أحكي لك، قلت لهم للوزارة إذا تريدون أنا أنطي هدية كم مستشفى، خلي يشوفوا أخي العزيز، لأن إحنا عراقيين عيب علينا بالأخبار يطلع والله هذا ميت بالمستشفى على سبب قناني أكسجين. نعم المن نحكي هذا الحكي، هسه عرفنا بوك، هذا هم من نوع من البوك، هذا أخي مو بوك بس فلوس، يعني نهب الدولة مو بس فوق بوك فلوس، بوك فلوس عرفناه يبوقون، بس هذا هم أضرب من هذا. هذا مريض جاي يعالج كورونا تحرقه أنت؟ هذا يا دين صاير يا أمة صاير هذا. نعم
نعم شكرا شكرا لك ابو كرم لانضمامك. عبد الرزاق من بابل حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. شلون استاذ افش؟ عليك السلام والرحمه والاكرام. نعزي انفسنا وكل شهداء العراق اللي سقطوا على محراب الحريه والكرامه على باب مستشفى مع كل راح به المريض يتعالج بدل ما يتعالج يلقى حتفه مع بسبب هذه الحفه الفاسده اللي اجت فرضت نفسها على العراقيين. استاذ افل اللي صار مو شويه صراحه يعني كنا احنا مفجوعين من ساعه الخبر لحد هذا اليوم واحنا بشهر رمضان اللي هو شهر طاعه الغفران. لكن الدوله استاذ افل ما عندهم احساس بالوطنيه وما يستحون، لانه لو يستحون كلهم معممهم وسياسيهم كلهم قاطبه رحتم درن الحياه والمفتحه كان استقالت الحكومه عن ذكرت ابيها. بس دول هم يعرفون نفسهم لصوصهم مرتزقه فش ما جاي يصير بالعراق هم ما مهتمين، اهم شيء مصالحهم ومنافعهم، لانه دول ما عندهم اي ثقه شفنا يعني احنا انت وانا واغلب الناس يعني العراق مفجوع وهي الضحايا ها وواحد من قاده الكتل بارك الله بالمعنى يرشح النواب مالت الانتخابات. يعني شوف يعني شوف الاستهتار وشوف يعني عدم يعني اي ذره مال انسانيه داخل. لكن العراق محترق، العراق محترق مفجوع. مقبلين ترشح النواب مالتك، شوف النداله والخسه وين وصلت. يعني الى متى ومع كل الاسف اكو ناس مغيبه عقولها مغيبه وهم نفس انا جاي اقول لك يعني اذا اجت انتخابات هم دول المغيب ينتخبوه وهو هذا الوزير تابع الكتلة هذا الشخص والكهرباء ايضا تابع الكتلة هذا الشخص. وشوف هسه الكهرباء شلون اللي هسه احنا جايين نعاني من عته وهذا اللي هو الوزير محسوب على الكتلة مات. فيا اخي دول ما عندهم ذره مال وطنيه، ما عندهم انسانيه صدقني. دول هم يعرفون نفسهم لصوص وقتله مرتزقه. يعني انا اتذكر استاذ افل الله يخليك اتذكر واحد من اعتقد رئيس وزراء بريطانيا على ما اتذكر يعني طلع الى مؤتمر وعنده يعني يجلس السامع اكو هوش يعني بالبلد مالته السنه من السنين هذه رفض المؤتمر البلدي. هسه احنا يعني تكرم حيوانات ماتت رجع البلد. شوف الفرق. وعندنا يعني الدكتور وزير شو اسمه الطب الاردني من صارت شو اسمه هذه ايضا نفس الحاله هذه الساعه استقدم استقاله. اذا اكو ناس تحس بالانسانيه وبالمسؤوليه وعندنا ناس اصلا يدعون الدين ويدعون لكنه قلوبهم سوداء على العراقيين لانه اصولهم مو عراقيه. هنا هنا المشكله. انت لما تلقى لك انسان وطني تلقى حد لكن لما تلقى جذوره مو وطنيه ومو عراقيه لو ينحرق العراق ما يهتم في الدوله اللي تبعدها. فمع كل الاسف يعني صراحه قلوبنا محروقه ومفجوعه بسبب هاي الشله العصابه اللي سيطرت على نعم نعم العراق ما يستاهل هيك. تحياتي لك. شكرا لك عبد الرزاق. كان المفروض يدخل ويانا ابو زينب من النجف بس انقطاع الاتصال وياه اتمنى يرجع لنا. ابو ياسين من دياله حياك الله ابو ياسين. الله اثر حياك استاذ المحترمين. حياك الله اخوي العزيز. اخي اثر الغالي تحدث لقيت حديث الساعه هو مال مستشفى ابن الخطيب. نعم. لا اسبوعين نسي، اسبوع والله من نسي، اليوم حرقوا السوق السكري، قبل رمى الباب الشادي نسيناه، ولحقات الحبيبيه ونسيناه، وكوارث كلها تنسي، بهذا وهاي ما نبتي في الموضوع، يعني ابد، يا
يعني اليوم يطلع زعيم التيار الصدري هو اللي مسؤوليته كلها يتفاجعها. يعني هي وزارة الصحة عاتقه هو، هو يتحدث بلسانه يقول ما تمر حكومة إلا بموافقة مقتدى، وإذا مو موافقة إلا أربعنا. فهو اليوم صحيح الكاظمي ينطي ولاية ثانية وشاف ما ينقل ما يستخل ما يرشح، معناته هذا مو في نبي المقتدى، هذا الفصعون. لذلك فهذا هذا اللي يعني اللي أكو أبو شعب حر واعي ما يحاسب هذا هذا الزعيم اللي سبب هاي السالفة، هو جاي يدعجع على الانتخابات وعدنا بعد سوالف أخرى ولعي عز الصدرين. وهذا المستوى اللي احنا نسولف فيه تحيات الأخي عبد الرزاق، قد قلنا العراق ما بعد ما قبل 2003، أما العراق بعد 2003 احترام الدول أفريقيا، واحدة من دول أفريقيا هاي المجاعة. يعني هذا الأموال الطائلة والنفط والموازنات الانفجارية، وهذا مستوى العراق. مثل ما تفضلنا يا أخي أفهل من يقول المرافقين، ما هو اسمه مستشفى عدل؟ المرافقين شو يسوون؟ غير توفر حماية كاملة للناس المضروبين بالوباء، غير الأرزاق تكون على عاتقك، ليش تسوي المستشفى إذا أنت ما موفر أكل للمصاب مالك الميت؟ شنو دورك؟ شنو وزارة الصحة شنو دورها؟ وزير الصحة شنو دورها؟ يعني هذا المستوى وصلنا به، واخو الشعب العدسة عشان تسامع في الدس ما يصير يا اخوان. لازم تستامون الواقع مال هاي العملية الباشا بعد الدافع. احنا ترى لا بحثية ولا صدمية، صدمي ولكن نحكي الواقع، نحكي اللي تعايشناه من قبل كانت في زمن النظام السابق. لا حد يعادل مع الحصار، بس الحصار تستعصر طبعا دولة محاصرة واحدة. بس ترجعونا بالإسماعيليات، شنو مستوى الصحة؟ شنو مستوى التعليم؟ رئيس أعلى رئيس الجمهورية الله يرحمه يتفقد المستشفيات بالليل، يتفقد مصلحة الرشاد حق المواطنين، يتفقد بالشوارع. شنو اليوم قدمته؟ برلمان ما يواجه ممثلينه، أما رئيس دولة رئيس وزراء اغسل إيدك. هذا هي هذا عملية هذه يقودون هذا أي ناس سفارات إيران وأمريكا اللي جابت لنا إياها. هذا مستوى الصحة، ويطلع مقطع مقتدى يجعجع. شنو مثلا المقتدى يخاف من عمامته؟ والله العظيم لو اكو الشعب حر واعي لا يكتفى بعمامته ويسحل بالشارع من حلواسيه، كيف يدمر العراق؟ شكرا 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 لك ابو ياسين. اريد افسح المجال البقيه. ابو زينب من النجف، حياك الله يا ابو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هاي الفاجعه اللي حست وغيرها قبلها، والله اللي يعلم والله لا يقدر ايش راح يجينا بعد. نعم. اول يوم يلقى على عاتق القوات الامنيه الموجوده بالمستشفى، الموجودين بالباب، موجودين بالاستعلامات، هذول شنو مهمتهم؟ افتش كل واحد يدخل، اشوفه شايل هيتر اقول له تعال بابا ايش يسوي بالهيتر، انت جاي اكل شو يسوي بالاكل؟ طيب هي مستشفى عزل، مرافقين شنو مرافقين؟ بعدين هيك مستشفى مهمة وهذا مرض خطير وقاتل ومعزولين، يعني رعاية تامة. ثانيا اكو شغلة الاطفاء الذاتي اللي موجودة بالفنادق السياحية، اجهزة بالسقف تتحسس لاقل بخار او دخان، رأسا تطلق غازات اطفاء او مياه اطفاء او غيره. ثالثا شوف من الصير بمصر وغيره حوادث، يعني ذاك اليوم حادث بالأردن، الملك بنفسه راح، رئاسة الوزراء الأردنية والوزارة والحكومة كلهم راحوا. بمصر رئيس وزراء مصر بانقلاب قطر كلهم راحوا هو والوزراء وكذا. احنا لحد الآن ما شفنا ولا مسؤول راح، بس يصرحون نعزي ونستنكر. شنو تعزي وتستنكر؟ بعدين هيك وزارات مهمة يجب أن تكون يفترض مو مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، أنه الوزير ونائبه والمدراء العامين دي يكونون بعيدين عن المحاصصة الحزبية. وشنو مرافقين؟ مرافقين هو عزل، انتو حاطين مرافقين ومدخلين أكل وشنو نزهة كافتيريا مدى يعرف. هذول حبيبي هذول شغلتهم كلها خطأ في خطأ في خطأ. نعم. بعدين ولا قنينة اطفاء موجودة بالممر هذا سادي شوف قدامك زين. وبعدين المسلك الاخر او منفذ الطوارئ ما موجود،
بيا زمن احنا جاي نعيش. اتذكر برنامج بالنظام السابق نفكر معا من اجل ثورة والشعب. طفلة صحفي نتيجة خطأ ممرضة. ها؟ توفت. صدام حسين والقيادة والدنيا كلها حضرت بنفسهم وعادوا الحلقة من جديد. هسا احنا ما نريد رئيس الوزراء على قلب النائب مالته رئيس مجلس النواب، عدد من النواب، عدد من الكذا، الوزير المختص. بمصر بس صار حادث، الوزير بعده بمكتبه قدم استقالته وهو ما مسؤول الرجل. يعني طلع سائق القطار متعاطي مخدرات وتتكرر الحال. ما عندنا احترام احنا لإنسانية الإنسان. وشكرا. شكرا شكرا لك أبو زينب. أبو علاء من التاجي حياك الله يا أبو علاء. أبو علاء انقطع الاتصال يا أبو علاء. محمد من كربلاء حياك الله يا محمد. السلام عليكم أستاذ أسل. عليك السلام ورحمة الإكرام. الرحمة والغفران لشهداء العراق والشفاء العاجل للجرحى. أخوي أستاذ أسل، نعم. بالنسبة لهذه الحكومة الموجودة حاليا، حكومة مصطفى الكاظمي، هاي الحكومة الموجودة حاليا هسه احنا ما نريدهم، خلي يطلعون، ما نريدهم، اجت انتخابات قادمة وما نريد هاي الوجوه كلها، خلي يطلعون، دمروا البلد. زين استاذ أسل اخوي اسمعني وياك، لان اليوم الشبكة شوية تعبانة، شبكة الاتصال كلش تعبانة هنا عندنا. نعم استاذ أسل. زين ما نريدهم، خلي يطلعون، دمروا البلد، يعني مثل ما سووا المجزرة مال الحوثية، وسووا المجزرة مال الاتحاقي، وسووا المجزرة مال الصدراوية، هاي نفس يعني هذه لن يجي المجازر، نفس هاي المجزرة، هذه شنو سووا الحرية السنوية السابقة أثن مفخخ، ما يقدرون يطبقون بالعدل المكان، لا بغداد ولا المحافظات، بدوا شغلتهم بس بالحرق. قالت نحرق المستشفى، نحرق المول، نحرق البنايات هذه لأن مفخخة، ما نقدر نطبقها، نطبق المفخخة. هم يقولون الأجهزة الأمنية والقوات وما مسيطرة الدولة وما هذا، فاشتغلوا بشغلات الحرس. زين وأنا واثق من هذا الكلام، الله شاهد. زين نعم شكرا 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 جزيلا لك أخي محمد. أبو علاء من التاجر رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا أبو علاء. أبو علاء نعم حياك الله أخويا. هلا نبات. تفضل أغاتي. ألو. تفضل أغاتي على الهواء مباشرا، حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخويا؟ هلا بيك أغاتي. أنا شغلة هاي مال المستشفى الخطيب. إيه. يعني هذا صحيح؟ اي نعم انا هذا لان ارواح راحت بريئه، ارواح البريئه، لان شنو اذا نبغى الارواح البريئه شو يهمهم السياسيين؟ نعم شو يهمهم السياسيين؟ ابن راح اخوه لو منك وبين اخوك ابن عمك ابن خالك مو صحيح؟ رئيس الوزراء الله يحفظه مو قال راح نطيلهم من الحكم؟ شو بس احلام، بس احلام، ليش بس احلام؟ وزير الصحه، وزير الصحه شنو انتم خلينا وزير الصحه هذا؟ نعم يصير هذا يصير هالشيء. زين احنا نريد اقالة وزير الصحة ومدير المستشفى اللي مرتكب هاي الجريمة، لازم هو يتحمل مسؤولية الشهداء الراحة.
وشنو رئيس الوزراء والله انطي 10,000 دينار 10 ملايين الكل الكل مصيبة. هي شنو الملايين؟ يعني ابنه اذا راح او اخوه او ابوه ان يروح هاي مال 10 ملايين. نعم حيصير يعني هذول جونا 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 شنو جونا؟ جونا ينفعونا الشعب. نعم احنا ما نقول غير الكلام وياكم و على وجل. نعم شكرا شكرا لك ابو علاء. مشكلة ذكرى والاخوان يعني قضية المملكة الأردنية الهاشمية ووقوف القيادة الأردنية بجانب الشعب، أيضا ما حصل في مصر، يعني عفونا من ما حصل في المملكة الأردنية وما حصل في مصر. وزير الكهرباء الياباني انقطعت الكهرباء نص ساعة، نص ساعة انقطعت الكهرباء عن اليابان أو عن منطقة باليابان، ظل نص ساعة منحني أمام الشعب الياباني دا يعبر عن اعتذاره للشعب الياباني نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في اليابان لمدة نصف ساعة، والصور انتشرت على الانترنت والكل يقدر يشوفها، وقدم استقالته. عطوان من بغداد حياك الله. سعدك استاذ شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك، رمضان كريم استاذ. الله يحفظك. الله اكرم اخوي العزيز. الله يحفظك. احنا ما شفنا الراحة، انا عمري 60 سنة ورعاية ما عندي. جبنا حروب بحروب كل دول العالم، مثل العراق ما صار القتل والذبح كلها قدامه، يعني كلها قدامه صارت. يعني عمري 60 سنة شفت المأساة والله بكل العالم، ما مثل العراق. كل خيارات والعالم تريد بس تهمش فيه همش. شلون اللي يقول عليه مثل الدود شلون يجي على الشكر؟ احنا بلدنا عسل عسل استاذ والله. يعني كلها تري يعني هاي التدمير والقتل والذبح يردون يسووا 5 ملايين العراق. انا اقول لك والله ويصير 5 ملايين. تسمع صوتي استاذ؟ نعم اسمعك. الو اسمعك. والله والله وضحتك. يصير 5 ملايين العراق، مو 40 مليون يا مدري 38. يصير 5 ملايين، هم يسووا 5 ملايين بيت فقط. كل حروب انا ما شفت شيء بحياتي، انا فراش ما عندي نام عليه استاذ الله يخليني. انا شوف مصيبه شويه تهون بس صيبه غيري قويه الله يخليك. على هاي المأساة 200 واحد ماتوا بعد الله يخليك. شلون من وين نجي ما نعرف؟ انا قاعد بالايجار والله اموري داكه وتعبان، وين اسوي شيء وعمري 60 سنه وهاي الحروب جبناها من شبيته لحد الان ما شفت راح الله شاهد. نعم كلها حرب ايران 8 سنوات ما ادري وين. يعني ما كوارث يا استاذ، بلكي تحل لنا مشكله، بلكي هاي عندكم انتم اليوم مصيبه مال هاي 200 واحد. انا ما اقدر يعني عيب احكي عليها على الرعايه ما اجتماعيه. واليوم لا هي وحده جور الثانيه، مصايب العراق كثيره. هي اخويا والله انا والله انا بشي دم والله الله يخليك استاذ الله وسلمنا على الاستاذ محمد استاذ الحضر صاحبي. الله يخليك رحم الله والديك، سلمنا على الاستاذ محمد. نعم 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 شكرا شكرا لك اخ عطوان. مشاهدينا الكرام ابقوا ويانا، بس عندنا فاصل قصير ونرجع لكم. الشباب ما حطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم إلى أنظار وزير التربية العراقي وإلى محافظ واسط وإلى كل تربوي شريف ونظيف ونزيه في هذا البلد. هذا حال مدرسة البدرية الابتدائية في مركز الكوت. هاي الأطفال صف الأول ابتدائي يقعدون هذا المكان اللي حالته يرثى على هذا صف أحد صفوف مدرسة البدرية. إلى أنظاركم يا شرفاء، أكو واحد من السياسيين يقبل إنه ابنه يقعد في هيجي صف وهاي أمام أنظاركم. هذا الصف طبعا ثاني، هذا خارج عن الخدمة، طبعا ما نقدر نخلي الأطفال دي لأن شمس وحار وهذول مسؤوليتنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ببرنامج صوتكم. قبل ما اعلق على الفاصل والفيديو اللي طلع ورا الفاصل، عندنا علا من باب الحياة. ان شاء الله يا علا. علا، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرام. شلونك استاذ افل؟ هلا بيك اختي. طبعا اذا كان هذا العمل متعمد، خانه اقول لك يعزل بخانه الارهاب والاجرام، اما اذا كان الاهمال فعقوبته ضمن القانون العراقي والماده 340 اللي تنص على سجن الشخص من 7 إلى 15 سنة. لكن هل يستطيع القضاء العراقي من تنفيذ هذه الاحكام بحق الزوج؟ صحيح، الف علامه استفهام، لكن باعتقادي انك تروح حزب الاصلاح عرضان تطبيق القانون، لأن ماكو إنسان شريف. وحرامات والله العظيم حرامات من الله العلي الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشكرك أستاذ وأشكر الكادر. شكرا لك أخت علا. أحمد من تكريت، حياك الله يا أحمد. أحمد تسمعني؟ نعم. السلام عليكم. نصي لي صوت التلفزيون، اسمعني من التليفون اخوي العزيز. ماشي استاذ، سمعنا انت وضوح؟ اسمع كلش زين، تفضل اخوي. شلونك اخوي؟ نحمد الله على كل شيء. تفضل اغاتي. احمد بعدك وياي؟ الو تفضل اغاتي، دا اسمعك. ما دا اسمعك ثاني بوضوح يا اخي. تفضل اخويا، دا اسمعك. وعيش زعلان انت؟ شنو؟ عيش زعلان؟ والله ما دا اسمعك زين يا اخويا يا احمد. انقطع الاتصال يا الأخ أحمد من تكريت، وهي واحدة من مشاكل الاتصالات بالعراق. هسه تعالوا شوية خلنا نحكي بالفاصل. طبعا هو دارد أحكي بهاي القضية من بداية الحلقة. أنتوا شفتوا الفاصل اللي طلع حول قضية مستشفى ابن خطيب؟ شفتوا لكم واحد لابس زي الدفاع المدني، لابس زي الشرطة، لابس زي اتحادية، لابس زي جيش، موجود ويا الناس اللي دا يطلعون جثث ودا يحاولون ينقذون المصابين او طلعون، ما دا اعرف احكي. مواطنين يعني اليوم فعليا ما تسمي نفسها بحكومه عراقيه وقوات امنيه قاعدين ببيوتهم ودا ينتظرون الامان من الشعب، لانه فعليا اللي صار بمستشفى ابن خطيب هو الشعب قام بدور المفروض الحكومه تسويه. يعني كل العالم يعرف لما تصير حادثة الإسعاف أول ما توصل الإطفاء أكو حريق، ومن تجي الإطفاء تجي وياها شرطة ويبدي التحقيق وليش صار الحريق وليش ما أعرف شو. أما أنه إحنا نشوف يعني لفترة طويلة من الزمن الناس هي تركض وواجه الراقدون في المشفى وسكان منطقة وحدهم ألسنة الله اللي التهمت الطابق الثاني بدون مساعدة من الدولة بدون مساعدة من أحد، يعني طلعوا بابا
طلعوا إذا الشعب قاعد يشيل نفسه ويودي نفسه ويطفي حريق وينقذ جرحى وينقذ موته ويقدم مساعدات ويساعد الناس ويدافع عن نفسه ويدافع عن بلده، وأنتوا بس قاعدين تبوقون وتنوبون. طلعوا. محمد بن أربيل ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حميد من أربيل، تفضل يا أخوي. نعم نعم، آسف أعتذر منك أخ حميد. والله يا والله يا أخ العزيز، قلوبنا قاعد تحتري. يعني انتهينا من هالوضع هذا المأساوي اللي قاعد نشوفه. نعم طبعا، هو صار أكثر من هذا بالعراق. يعني هذه عاد الله يعلم شلون يتصرفون وياها. يحطونها براس واحد فقير يجوز ما له أي سبب، يشوفونها براس واحد ولا والله ما يعني واحد شيحته تايحتي. يعني بزعنا من التعبير نعبر عن هاي الأوضاع المأساوية بالعراق. يعني شنو هاي السوالف هذه؟ هذا الفساد هذا شنو؟ يعني الله بعد عيني الله وضعهم، والله يقول هذا المثل مفحج ودحج. يعني باكر بيش يلاقون رب العالمين؟ بيش يلاقون ناس مرضى ما قدروا يحافظون عليهم، ما قدروا يحافظون على الناس. أرواح الناس هل صارت رخيصة؟ وما أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. هادين الله عليهم برمضان المسببين إن شاء الله، ولا هم كل شيء ما راح يسووا لهم. إذا يريدوا يسوون شيء راح يحطونها برقبة واحد فقير، واحد اثنين ما لهم سبب، يشبوها بروسهم. ولا ذول أهل المليانات ذول ما حد يسوي لهم كل شيء. نعم. أي والله. نعم شكرا. سلامتك أخي. شكرا الله شكرا. إن شاء الله يخفف. شكرا لك حميد. مشاهدينا الكرام، يعني المستشفى هاي لما انبنت ولما أخذت تصاريح ولما أخذت موافقات أمنية ولما أخذت يعني إذن بالعمل، يعني هي المستشفى وجدت للحفاظ على سلامة الناس. هو المبدأ من مبادئ المستشفى هي علاج الناس والحفاظ على سلامتهم وحياتهم. فالحفاظ على سلامتهم إذا أكو أمان، إضافة إلى الأمان العلاجي الأمان الصحي، أكو أمان من نوع آخر اللي هو وحدات إطفاء، مرشات مي بالسقوف، أجهزة إنذار للدخان، لأنه هو عبارة عن أجهزة إلكترونية معرضة. زين أنت يعني اللي نطيت الموافقة من أي جهة كنت؟ أولاً هسه راح يكلف مليارات الدينارات الدنانير عفواً الجايه، لانه يقول لك المستشفى احترق، تعالوا نصبغها وتعالوا ننظفها وتعالوا نجيب اجهزه من جديد، وهي كلها فلوس. وهمنا يمكن يخلوها تشتغل وبدون اجهزه انذار، وهمنا يجون ناس يطبون للانعاش ويجي واحد عنده هيتر وهمنا يشتغل ويذبوها براسه ويقولون احترقت المستشفى يا خطيه، راحوا عندنا 100 وماتوا او انجرحوا 200. ابو علي من ديالى حياك الله. ألو السلام عليكم. أبو علي من بابل حياك الله يا أخوي. شو صحتك أحوالك؟ هلا بيك غاتي. على هذا الحادث الفجوة اللي صار اللي هلبنا أول مرحة وبالمنا لا ليل ولا نعم حكومة كل شيء ما تدري. نعم أبشرك يوم أبراس الحيطان اللي هذا شي يسمونه البرلمان على انه المستشفى قديم. هو قديم شو له علاقه؟ متوفر ادوات الامان، ادوات الحريق، ادوات السلامه، شو له علاقه بقدم؟ لحد خرفان دجاج خبز دجاج، وهي شايف اول حادثه. حوادث زين هذا مال هذا السوق مال كراده راح تسميه 400 واحد، وين التحقيق ماله؟ مال صلاح الدين اللي ذبحوا وين التحقيق؟ أبو علي اللي غث بالموضوع أنه أنت تحكي عن مستشفى لحجر مرضى كورونا، يعني هي مؤسسة حجر صحي. المرافقين شنو دورهم بالمستشفى بحيث يكونون متواجدين مع المحجورين؟ أخي ماكو لا شرطة ولا جيش يجون يطبون ويطلعون بحالهم، ماكو، كل أحد يمنحهم الله بدالك. زين يطلعون ويطلعون ويخرجون في كيفهم الله بدالك. زين نعم ما حد يقدر يسمح لي اصلا. يعني انت بربك مستشفى كنت طب له شولات، وينك هاي وين صايره؟
يا ابن عمي زين احنا والله العظيم ذولا يومية حكامنا قاعد يسببون لباسات وحقيهم الله زين. وهذه اشكرك جزيل الشكر والله شكرا 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 جزيلا لك. كنا نتذكر لما كانت عديل حمود وزيرة للصحة واشترت تكرمون شحاطات طبية للممرضين بمبلغ خيالي من الدولارات، وحكى الفساد الحكومي في وزارة الصحة وقال الفساد الحكومي في وزارة الصحة. ورا فترة طلعت قضية انه اكو برج مال طيور بوزارة الصحة لاحد الموظفين لانه يحب الحمام. وهم انا فترة من الفترات وجت هاي المشكلة وبعدين طفت. ورا فترة الأدوية الفاسدة، ورا فترة استيراد الأدوية من إيران المحقونة بإبر إيدز أو محقونة بمرض الإيدز أو الأدوية الفاسدة الغير صالحة للاستخدام البشري. كل هاي العمليات وما تحركت الحكومة العراقية اتجاه وزارة الصحة أو اتجاه المستشفيات العراقية أو اتجاه الصيدليات العراقية حتى تضبط الأمن الصحي بحيث أنه تكون أكو رقابة على قضية بيع الأدوية وعلى قضية شراء الأدوية وعلى قضية الفساد الموجود في وزارة الصحة. عندنا اتصال من الفلوجة. أبو هياب أستاذ فل، حياك الله أخوي. السلام عليكم أستاذ فل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الرحمة والغفران روح شهداء طاهرة. حياك الله أخوي. أستاذ العزيز، العراقي متوقع هذا الشيء كل سنة، متوقع راح تصير فاجعة، متوقع راح يصير قتيل، الأم متوقع راح تفقد ابنها، هو هذا حال الشعب العراقي. أستاذ إذا سمحت لي أنا ما راح أطول لأن ما بقى وقت البرنامج. السياسي يقتل السياسي يقتل بابن بلده ويمشي بجنازته، والله الكراسي مدوا لكم. وراح أقول هذا شيء، انتظروا جيدا، سوف تسقط حكومة الاحتلال، وتذكروا كلام جيد، لأن اللي يخلي أمله بالله سبحانه وتعالى ينتصر، وبإذن الله راح تنتصر ثورة تشرين. ويا قناة الرافدين أشكركم جزيل الشكر أن أنت جات تكون ويانا، والله أشكركم جزيل الشكر. أستاذ إذا سمحت لي ممكن أقول لك ثلاث مواضيع يعني هذه تسمح لي؟ تفضل. الموضوع الأول أستاذ وزير الداخلية جمعة نات لا عبد الغني الأسدي. زين استاذ راح اقول لك عن هذا الموضوع. رفض يرقي ثلاث ضباط، قال لهم ما ارقيكم خوفا من امام الخامنئي، والله مع الاسف عليك، يقول ان انتم كنتوا من الجيش السابق ومن النظام السابق، لان اذا اوظفكم راح يعاقبني، وهم كلهم مواليد 93 96، اجابهم على النظام السابق. النظام السابق راح الله وياه، وانا ما اجيب طار صدام حسين، انا اجيب طار الشيخ عارف الظاهر فقط، بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل. وهاي مفاجاه مستشفى ابن الخطيب تعمد يسووها، والله استاذ متقصده، وحسبي الله ونعم الوكيل وحسبي الله ونعم الوكيل. شكرا 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 لك ابو ذياب. بالنسبه الى رسائل واتساب، او رساله اريد اعرف هاي يا دوله اللي تشوف الشباب يطلعون المصابين من المستشفى والمواطنين يتراكضون حتى ينقذون المرضى، والجيش والشرطه والدفاع المدني والميليشيات المقدسه نائمين، لان كل واحد بيهم ضارب جدر دولمه وما يعرف وينه الجوعان وين المريض. ثورة ثورة عليهم. أخوكم حسام. السلام عليكم قناة الرافدين المحترم. أولا الله يرحم الشهداء ويشافي الجرحى، والله حرام هاي الأرواح اللي تزهق من 2003 لين اليوم. أكو بالدنيا مستشفى ما بيها جهاز انذار حريق، على الأقل ما بيها طفاية، لمتى يصبر العراق؟ صار مقبرة أكثر من الشعب. تحياتي، عراقي مقيم في عمان. السلام عليكم أبو حاتم من موصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ، العراق لا يوجد فيه نظام يخدم العراق وشعبه وإدارة تراعي مصالح العراق وشعبه، فيه مجموعة من اللصوص الحرامية بإدارة منظمة تخدم مصالح هذا النظام. الفساد بإدارة بعالية الدقة للذي يسرق أكثر أمام أنظار الشعب والمعنيين تخلو عن المسؤولية. ويا عراق إلك الله، والسلام عليكم. أبو علي النعيمي من بغداد، تحية لحضرتك أستاذ أفل ولكادر البرنامج. فاجعت مستشفى ابن خطيب نتيجة محاصصة حزبية المقيتة ووضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب، والمهم عند الحكومة هو تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب هذه الفاجعة، وبالتأكيد ستكون نتيجتها مثل اللجان السابقة، ولا يمكن للحكومة محاسبة أي مقصر لأن وراءهم أحزابهم. أقسم بالله العظيم حتى العاهرة أشرف من كل السياسيين والبرلمانيين ومعممي السلطة والكتل السياسية والأحزاب في العراق كلها.
مشاهدينا الكرام، هي المشكلة لما يطلع لك واحد ويقول لك أكو مرافق بردهة عناية مركزة في مستشفى للحجر الصحي لمرضى كورونا استخدم هيتر أو زيت، بس هو ما قال أكو إهمال من قبل إدارة المستشفى أو الأمن بالمستشفى دخلوا هالمرافق بهالمستشفى، ما قال أكو إهمال هالمستشفى هاي ما بها جهاز انذار، ما قال أكو إهمال يقول هالمستشفى ما بها جهاز أطفاء حرائق، هاي كلها مهامها. إخواني الأعزاء، فاجعة مستشفى ابن خطيب هي مو الأولى وما نتوقع تكون الأخيرة إذا ظلوا ذولا يحكمون، لأن ذولا يحكمون حتى يترسون جيوبهم وحتى تملي أرصدتهم بالبنوك وحتى يشترون قصور وسيارات فارهة لولدهم بدول الخارج وحتى يدرسوهم بأرقى الجامعات العالمية بفلوسكم أنتم. فشون تحلوها؟ الجواب يومكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد، باكر في أمان الله.